أهلا وسهلا مرحبا. قد أطرقت فيكم ريح الصبا نثر الورود قدومكم يا سادتي، من قد رأى وردا لقاطفه حبا. الحمد لله رب العالمين الذي أحسن خلق الإنسان فعدله، وألهمه نور الإيمان فزينه به وجمله، وأفاض عليه من خزائن العلوم فأكمله. والصلاة والسلام على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صلاة وسلاما إلى يوم البعث والمحشر. أما بعد، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة حفظه الله، سعادة الدكتور سالم بن يوسف العيتاني مدير عام الكليات والمعاهد بينبع، سعادة الدكتور مصلح بن عبد الله العتيبي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، سعادة الدكتور علاء بن عبد الله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، لو علمت الدار من زارها فرحت واستبشرت ثم باست موضع القدم وأنشدت بلسان الحال قائلة: أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم، أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم. أيها الحفل الكريم، وتمضي الأيام وها نحن نجتمع مرة أخرى للاحتفاء بدفعة جديدة من رجال هذا الوطن، من خريجي هذه الصروح الشامخة، كلية ينبع الصناعية وكلية ينبع الجامعية، والذين بلغ عددهم 1623 طالبا. فتحية صادقة لكم من هذا الجيل الذي تشرفون حفلة تخرجه في هذا اليوم المجيد. قف إنها بجلالها الآيات، فيها هدى وسكينة وثبات، رتل وجود ما استطعت حروفها وابسط فؤادك إنها النفحات. هذا الكتاب فقم به مترتلا متخشعا تسمو هناك عظات. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، آيات عطرات من كتاب الله الكريم يرتلها على مسامعكم الطالب بسام محمد عاكف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس،
والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. لكل أرض جبال، ولكل سماء هلال، أما وطننا فكان له رجال، رجال حملوا على عواتقهم مسؤولية العلم والتعلم، فأدركوا أهمية تلك المهمة، وجاء اليوم الذي يحصدون فيه ثمرة جهدهم طوال تلك الأعوام. صاحب السمو، أستأذنكم في بدء مسيرة الخريجين. صاحب السمو، وتمضي مسيرة العلم ومواكب المعرفة. يتقدمهم نخبة من أعضاء هيئة التدريس ذوي الكفاءة العالية في مختلف التخصصات. هم شموع تضيء للأمة طريق المجد والتقدم. ها هم أعضاء هيئة التدريس يشاركون أبنائهم فرحة تخرجهم. يحصدون ما زرعوا ليجنوا عقولا بالعلم أنارت، ولخدمة دينها ووطنها سارت. وإنه من دواعي فخرنا ولله الحمد أن الهيئة الملكية بينبع بدأت قطف الثمار، حيث تضم هذه المسيرة المباركة عددا من المبتعثين، وقد عادوا إلى أرض الوطن حاملين الشهادات العليا في مختلف التخصصات العلمية. صاحب السمو، يلي أعضاء هيئة التدريس أبناءك الخريجين حاصلين على ثمرة جهدهم. يتقدم الطلاب الحاصلين على مرتبتي الشرف الأولى والثانية، حيث بلغ عددهم 107 طالبا، وهذا لم يكن إلا بفضل الله ثم ما وفرته الهيئة الملكية بينبع من حوافز معنوية ومادية، مما يكفل استمرار تفوقهم وكذلك تحفيز بقية طلاب الكليات لبلوغ ذلك. يليهم خريجو برنامج البكالوريوس الدفعتين 11 و12 من كلية ينبع الصناعية، والبالغ عددهم 445 طالبا يحملون التخصصات التالية: أولاً تقنية هندسة القوى الكهربائية، وبلغ عدد خريجيها القسم 84 طالبا، بحيث يصبح الخريج قادراً على تطبيق الأسس والمبادئ والخطوات اللازمة لتصميم وإنتاج الخدمات المتنوعة، وكذلك تركيب وتشغيل المحركات والمولدات الكهربائية ونظم الوقاية والتحكم. ثانياً تقنية هندسة الإلكترونيات، وبلغ عدد خريجيها بالقسم 36 طالبا، بحيث يصبح الخريج قادراً على تطبيق الأسس والمبادئ والخطوات اللازمة لضبط الإشارات والتحكم بالعمليات، وكذلك القدرة على دراسة أساليب الحساسات. ثالثاً تقنية هندسة الآلات الدقيقة ونظم التحكم، وبلغ عدد خريجيها بالقسم 75 طالبا، بحيث يصبح الخريج قادرا على تطبيق المعرفة والمهارات اللازمة للهندسة الحديثة في مجال الآلات الدقيقة وأنظمة التحكم، وتطبيق المعرفة الرياضية والعلوم الهندسية لتحديد وتحليل وحل المشكلات لأنظمة التحكم. رابعا تقنية الهندسة الميكانيكية، وبلغ عدد خريجيها بالقسم 143 طالبا، ويصبح الخريج قادرا على تطبيق العلوم الرياضية والهندسية في حل المشاكل الهندسية الميكانيكية. أيضا يصبح لدى الخريج القدرة على تطبيق المعرفة والمهارات والممارسات في تصميم وتشغيل وصيانة النظم الميكانيكية. خامسا تقنية الهندسة الكيميائية، وبلغ عدد خريجي هذا القسم 107 طالبا، بحيث يصبح الخريج قادرا على تصميم وتطوير العمليات الصناعية الكيميائية
وكذلك بناء وإدارة المصانع التي تكون العملية الأساسية فيها هي التفاعلات الكيميائية، وكذلك قادرا على إجراء التحاليل الكيميائية. ثانياً خريجو برنامج البكالوريوس الدفعتين الثامنة والتاسعة من كلية ينبع الجامعية، والذين بلغ عددهم 302 طالب، يحملون التخصصات التالية: نظم المعلومات الإدارية، وبلغ عدد خريجو هذا القسم 74 طالباً، ويصبح خريجو هذا القسم قادرين على تحليل وتصميم النظم وقواعد البيانات، كذلك تطبيق التقنيات الحديثة اللازمة لإدارة وتطوير البرامج، وكذلك التخطيط والتنسيق ومراقبة التحكم في مشاريع تطوير أنظمة المعلومات. ثانياً الموارد البشرية، وبلغ عدد خريجو هذا القسم 76 طالباً، ويصبح خريجو هذا القسم قادرين على وضع الخطط الاستراتيجية للمنظمات في مجال الموظفين من بداية استقطابهم وتوظيفهم إلى نهاية تقاعدهم. ثالثاً سلسلة الإمدادات، وبلغ عدد خريجو هذا القسم 20 طالباً، ويصبح خريجو هذا القسم قادرين على إنشاء وإدارة الخطط الاستراتيجية في مجال الصادرات والواردات للمواد والمنتجات في الشركات والمنظمات. رابعاً المحاسبة، وبلغ عدد خريجو هذا القسم 39 طالباً، ويصبح خريجو هذا القسم قادرين على إدارة الموارد المالية في الشركات والمنظمات في جميع مجالاتها من الدخل والصرف. خامساً التسويق، وبلغ عدد خريجو هذا القسم 3 طلاب، ويصبح خريجو هذا القسم قادرين على دراسة ومعرفة العميل في كيفية إقناعه والتسويق له والمحافظة على ولائه للشركة وللمنتج. سادساً الحاسب الآلي، وبلغ عدد خريجو هذا القسم 77 طالباً، ويصبح خريجو هذا القسم قادرين على تصميم وتطوير وتشغيل أنظمة الأجهزة الرقمية، وكذلك كتابة وتصميم الشفرات البرمجية والتعامل مع الحاسبات الآلية، وكذلك تطبيق مهارات البرمجة والشبكات. سابعاً اللغويات التطبيقية، وبلغ عدد خريجو هذا القسم 13 طالباً، ويصبح خريجو هذا القسم قادرين على تطبيق النظريات اللغوية وكذلك معالجة المشكلات المتعلقة باكتساب اللغة وتعليمها. ثالثاً خريجو الدرجة الجامعية المتوسطة دفعتي 27 والثامنة والعشرين والبالغ عددهم 876 طالباً يحملون التخصصات التالية: يتقدم خريجو تقنية الهندسة الكهربائية وتقنية الهندسة الإلكترونية والآلات الدقيقة، أولاً تقنية القوى الكهربائية، وبلغ عدد خريجي هذا القسم 176 طالباً، ويكون الخريج قادراً على القيام بالكثير من الأعمال والمهام المتعلقة بهذا المجال، مثل تشغيل وصيانة المكنات الكهربائية، وكذلك تشغيل وصيانة شبكات وتوزيع الطاقة والتحكم فيها، وكذلك تحديد أعطالها وصيانتها. أيضاً يكون الخريج قادراً على تطبيق المهارات بكفاءة في مجال الطاقة الكهربائية باستخدام الأدوات الحديثة. ثانياً تقنية الإلكترونيات، وبلغ عدد خريجي هذا القسم 64 طالباً، ويصبح خريجو هذا القسم قادرين على تصميم أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية والتحكم الكهربائي في الآلات الصناعية. ثالثاً تقنية الآلات الدقيقة ونظم التحكم، وبلغ عدد خريجي هذا القسم 124 طالباً، ويكون الخريج قادراً على القيام بالكثير من الأعمال والمهام المتعلقة بمجال دوائر التحكم والقياس في العمليات، وكذلك التعامل مع تشغيل أنظمة الاتصالات الخلوية.
وتتوافر في قسم الهندسة الكهربائية العديد من المعامل المجهزة بالتجهيزات التقنية، بحيث يصبح الطبيب قادرا على شغل الوظائف في مجالات الصناعات الكهربائية. رابعاً، تقنية الصيانة وتقنية التصميم. وبلغ عدد خريجو القسمين 282 طالباً، حيث يقوم القسم بتخريج فنيين ذوي مستوى متميز من الدقة والمهارة في مجال الصيانة الميكانيكية، وكذلك عمليات التصنيع بالشركات المختلفة. ولذلك فإن الفني في هذا المجال يلعب دوراً هاماً في تصنيع وصيانة جميع المنتجات والأنظمة اللازمة للحياة اليومية العصرية. يقوم القسم بإكساب الطلاب الكثير من المهارات، منها تزويد الطلاب بأساس قوي في علوم الهندسة الميكانيكية وتصميم المنهجيات التي تؤكد تطبيق العلوم الرياضية. وكذلك يقوم القسم بتزويد الطلاب بالمهارات ليكونوا مستعدين بشكل جيد للدخول لموقع العمل، مزودين بالمعرفة والقدرة على حل المشاكل في مجالي التصنيع والصيانة. يليهم يا صاحب السمو خريجو تقنية الهندسة الكيميائية، تخصص تشغيل العمليات والتحاليل الكيميائية بأنواعها، ويصبح خريجو هذا القسم مزودين بالمعرفة العلمية والنظرية والتطبيقية في مجالات التقنية الكيميائية. أيضاً يصبح خريجو هذا القسم مزودين بالمهارات الأساسية للعمل في الوظائف المرتبطة بالإنتاج الكيميائي في شتى المجالات الصناعية. تم تجهيز القسم بكافة المعامل اللازمة للتدريب للطلاب على إجراء كافة أنواع التحاليل الكيميائية، وبلغ عدد خريجي هذا القسم 185 طالبا.
يليهم خريجو قسم تقنية المعلومات والحاسب الآلي، وبلغ عدد خريجو هذا القسم 20 طالبا، بحيث يصبح الخريج قادرا على تصميم وتشغيل برامج الحاسب الآلي. يليهم خريجو قسم تقنية الإدارة، والذي يقوم بتخريج مساندين إداريين في البرامج التخصصية التالية: تقنية إدارة الموارد وإدارة المكاتب، والذي يمكن خريجي من فهم إجراءات وأساليب العمل في مجال المشتريات وضبط مستويات الجلب والمخزون وتنظيم المستودعات وكيفية تنظيم المكاتب والإلمام التام بالإجراءات والممارسات المكتبية. وبلغ عدد خريجي هذا القسم 21 طالبا. وتتوفر كذلك في قسم الإدارة الصناعية العديد من المعامل المجهزة في أحدث التجهيزات التقنية للتدريب العملي، وكذلك تتوفر لخريجي هذا القسم العديد من الوظائف في الشركات والجهات الحكومية. صاحب السمو، هذه دفعة جديدة من الخريجين تتبعها دفعات ودفعات لهذا الوطن المعطاء، لبناته من هذه الكليات وتلك الجامعات. فها هي الابتسامات قد ارتسمت، وها هي المقاعد قد امتلأت، وها هي الرؤوس قد ارتفعت. فجزى الله خير من أحسن صناعة تلك اللبنات، وجزى الله خير من يضعها في مكانها المناسب في هذا الوطن الغالي. حفظ الله ديننا وقيادتنا من كل سوء، إنه على ذلك لقدير. حدد علماؤنا في كثير من الكتب طبيعة العلاقة بين المعلم والمتعلم، وأشاروا إلى بعض صورها، فكانت شبيهة بالعلاقة بين الوالد وولده. فإذا كان الأب يفرح بنجاح ولده، فإن فرحة المعلم والمشرف والمربي والإداري كذلك لا تقل عنها. لسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، جهد مشكور ومتابعة واهتمام بأبنائه الطلاب. نترككم مع كلمة سعادته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله القائل في كتابه: وقل ربي زدني علما، صدق الله العظيم. صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل آل سعود، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، سعادة الدكتور مصلح بن حامد العتيبي رئيس الهيئة الملكية للجبال وينبع المكلف، أصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، إخواني أولياء الأمور، أبناء الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن ديننا الحنيف المبني على العلم والمعرفة هو الركيزة الأساسية التي انطلقت من قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكانت تجسيداً لسمو الرسالة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنواحي النفس البشرية ومتطلباتها واحتياجاتها، ليأتي الدور واضحاً وجلياً لترسيخ هذه المفاهيم في اهتمامات حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وما تشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل آل سعود نائب أمير منطقة المدينة المنورة لحفل التخرج إلا دليل على الاهتمام بأبناء الوطن وما توليه القيادة الرشيدة من ضرورة تفعيل الخطط التنموية، حيث شيدت الدولة صروح التعليم ومعاقل البناء المثلى لشبابها أملاً في تحقيق الغد المشرق، وجاء التعليم التقني ليحتل موقعاً متقدماً بين صروح التعليم المختلفة. إن الهيئة الملكية بينبع ممثلة في كلياتها ومعاهدها، والتي تعد من أهم الصروح العلمية التي تساهم بفاعلية في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية المزودة بكل عناصر التفوق والاقتدار
في المشاركة في إدارة مرافق التنمية التي تعمل بكل جهد ليكون نتاجها شباباً مؤهلاً للإسهام في رقي أمته والانطلاق بوطنه نحو مصاف الريادة العالمية، حيث تعتبر الهيئة الملكية وكلياتها ومعاهدها من أهم الروافد التي تعمل سوق العمل، التي تمول سوق العمل بالآلاف من الكوادر الوطنية الشابة التي اكتسبت الخبرات التقنية والهندسية والإدارية بمهارة عالية، والذين تسلحوا بالعلم وصقلت أفكارهم بحب الوطن وزودت إمكاناتهم بالبذل والعطاء ليسهموا في حمل لواء مسيرة التشييد والبناء لمواكبة خطوط التنمية وخطط التنمية الوطنية. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتمنى التوفيق والسداد لأبناء الطلاب لغد مشرق ومستقبل زاهر بإذن الله، والشكر موصول للأخوة الزملاء أعضاء هيئة التدريس بقطاع الكليات والمعاهد والفنيين والإداريين. سدد الله خطاكم لما فيه الخير لأمتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المساء تجتمع القلوب وتختلط المشاعر ما بين بهجة ولوعة، بهجة حصاد ثمار الجد والعمل بتحقيق إنجاز كان حلماً يراود الخريجين وأصبح واقعاً يعيشونه، ولوعة فراق صرح كان منهم ولم يزل، مشاعرهم لن يصفها أحداً أفضل منهم. أترككم مع كلمة الخريجين بقلم الخريج حمزة قريشي، يحكيها لكم نيابة عنهم الخريج محمد الغيثي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، تحلو في فمي فأعيدها. الحمد لله سرمداً أبداً، ما أضحك الغيث الأرض حين جرى. وخير الصلاة على المجتبى نبي الرشاد رسول الهدى. أما بعد، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة رعاه الله، سعادة الدكتور مصلح بن حامد العتيبي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، سعادة الدكتور علاء بن عبد الله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، سعادة الدكتور سالم بن يوسف العيتاني مدير عام الكليات والمعاهد بينبع، أصحاب الفضيلة والسعادة، أباءنا وأمهاتنا الكرام، أساتذة الأجلاء، إخواني الخريجين، أيها الحفل الكريم، إني لأتشرف في هذا المقام أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني الخريجين من أفاخر بهم بكوني منهم، أن أسمعكم حروف فرحتنا أبداها بتحية أهل الرضوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، مرت أعوام كللنا فيها من العد والحساب، كم أثقلتنا الهموم ما بين مادة كؤود وامتحان صعب إلى معدل متقلب، كنا في غمرة الدراسة ولم نفق إلا على قولهم مبارك التفوق وموفق أنت في الحياة. صاحب السمو، إن أولى وأول من نشكر ولنشكر معه أحداً سواه، وأحق من نثني عليه هو الله سبحانه جل في علاه،
فربنا لك الحمد، أنت أهل الثناء والمجد. ثم الحمد لله الذي وهب لنا وطناً ينعم بالأمن والأمان، ووهب له رجالاً أقاموا بالدين دولةً وبالكتاب والسنة دستوراً ومنهجاً. هم من مهدوا لنا الطرق وسهلوا لنا السبل. سيدي، أمسكت قلمي حائرة، ماذا أكتب وكيف أكتب؟ فثقل قلمي لا تحتمله رعشة الفرحة في يدي، ومن أين أبدأ؟ فأعماق قلبي مليئة بكلمات الشكر والحب والوفاء. سيدي، إنه لمن دواعي الفخر والسرور أن نكون في إحدى الدفع المتخرجة في إطار رؤية المملكة 2030. ثم إنه من الوفاء أن نرجع لأهل الفضل مثقاله، فاسمح لي يا صاحب السمو أن أتقدم لهم بهذه الرسالة إلى من انتظر هذه اللحظة بشغف أكثر منا. كيف لا وأنتم من عد الأيام والليالي، وكنتم معنا في أولى خطواتنا. أنتم من علمنا حروف الهجاء. أتذكر يا أبي؟ أتذكرين يا أمي أولى اللحظات وأنا أتمتم بنطق أمي وأبي؟ مضت صفحات الأيام ولا صفحة كأختها، وذلك الخد الأمرد قد اخشوشن باللحية. أقولها لكم اليوم، حق لكم أن تذرفوا الدمع، ها نحن حصاد أيديكم الكريمة، بارك الله في الغرس فأينع وسلمت أياديكم لنا أجمع، أطال الله أعماركم وزينها ببركم. أساتذة الأجلاء، بذلتم من أجل تعليمنا الكثير، والله لا يجازي الكثير بالقليل. أفلا يرضيكم أن يستغفر لكم كل شيء حتى الحيتان في البحر؟ فشكراً لكم من الأعماق. إخواني الخريجين، إخواني الخريجين، إخواني الخريجين، يا نجوم ليلتنا، يا إخوة ولدوا من رحم الحياة، كنا معاً كالبنيان، تقاسمنا غربة الأيام، تعثرنا وشددنا ببعض سواعدنا، لن أنساكم ما حييت. إخواني الخريجين، عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، فلنجدد وعداً قطعناه على أنفسنا ونصدقه بأفعالنا، بأن نكون أوسمة شرف لهذا الوطن الذي خصنا الله بالانتماء إليه. صاحب السمو، رسالة أوجهها من هذا المنبر أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني الخريجين، بل ونيابة عن شباب الوطن جميعا، نحن نقف خلف قيادتنا يدا واحدة، وإذا لزم الأمر كنا جنودا بواسل كأبطالنا في الحد الجنوبي. فنحن لسنا دعاة حرب، ولكن إذا قرعت طبولها فنحن لها، وكلنا فداء للوطن. وهنا آن الأوان، اسمحوا لي قبل الوداع أن أخاطبها وهمام هذا الملأ حديث محب لحبيبته. شكراً كليتي، مكمن ولائي واعتزازي، ووداعاً يا موطن ذكرياتي، سأبقى فخوراً ما حييت بأني كنت طالباً في كليات الهيئة الملكية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عهدنا نحن الخريجين بعد تخرجنا في كثير من الأحيان بتكبد عناء السفر وإنفاق الجهد والمال لحضور محافل أيام المهنة. أما الآن ومواكبة لرؤية المملكة 2030، تطور ذلك اليوم ليصبح يوماً إلكترونياً، وإنه لشرف لنا أن يكون هذا اليوم هو يوم تدشين يوم المهنة الإلكتروني. وأما الآن يا صاحب السمو، عرض مرئي ليوم المهنة الإلكتروني. تم التعرف بنجاح. يوم المهنة 15 الإلكتروني لقطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بينبع. يعتبر يوم المهنة الإلكتروني هو الأول على مستوى جامعات المملكة، ويتوافق مع رؤية المملكة 2030 بتوفير التكاليف التي قد تترتب على يوم المهنة العادي، ويتميز بأربع نقاط. أولاً، في يوم المهنة العادي كان عدد الشركات المشاركة محدوداً بمساحة وطاقة المكان الاستيعابية، وكان يتطلب الكثير من الجهد والوقت والمال. أما اليوم فلا حد لعدد الشركات في يوم المهنة الإلكتروني، ولهذا السبب وصل عدد الشركات المشاركة أكثر من 50 شركة حتى الآن، مما يعني زيادة الشركات المشاركة عن أيام المهنة السابقة بنسبة 115%.
ثانياً، في يوم المهنة العادي كان يتطلب من الخريج عناء السفر والحضور سواء بالسيارة أو الطائرة، أما اليوم فنحن نأتي للطالب إلى مكانه عن طريق حاسوبه الشخصي أو هاتفه الخاص في أي مكان من العالم كان. ثالثاً، في يوم المهنة العادي تقطع آلاف الأشجار من أجل تلبية احتياج الأوراق اللازمة لتجهيز السير الذاتية ومستلزمات ذلك اليوم، أما اليوم فنحن نحقق الاستدامة والمحافظة على البيئة بتوفير عناء الورقيات والملفات للخريجين والمسؤولين في الشركات واستبدالها بقواعد بيانات وسير ذاتية إلكترونية. رابعاً، في يوم المهنة العادي قد تتلف السير الذاتية بعد فترة من الزمن وتكون عرضة للضياع وغير محدثة، أما اليوم نحن نملك سيراً ذاتية إلكترونية محدثة يمكن الرجوع لها في أي وقت من قبل الشركات ومن أي مكان. ومن أبرز الشركات المساهمة في طرح الفرص الوظيفية المعهد العالي لتقنية المياه والكهرباء، شركة شلمرجير، شركة أن بي أس، شركة باتشي، شركة دار البندر، مترو جدة. أخيراً نزف البشرى لخريجينا، فلقد جنينا من أتمتة يوم المهنة ولله الحمد أكثر من 511 وظيفة حتى الآن في مختلف مناطق المملكة. بالحب التقينا، وبالغد الواعد احتفلنا، وبأمنيات العطاء المخلص نودعكم، وإلى لقاء بإذن الله. صاحب السمو، نستأذنكم في نهاية حفلنا اليوم بأخذ صورة تذكارية مع أبنائك الخريجين الحاصلين على مراتب الشرف الأولى والثانية.